بيسعدنا اليوم انه تكون معنا بنوته كثير حلوه وشخصيتها قويه حاصله على المركز الاول على مستوى القطر بالفصاحه والخطابه. صارت معنا ناي عدي علي. صباح الخير يا ناي. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يعني صباح اسمك لحاله نغم وابداع وشعر حلو جميل. يعني اذا بدك هيك تحاولي تصبحي علينا بالشعر بالفصحى يعني هيك شو بتقولي لنا؟ حابه اسمعكم قصيده للشاعر عمر الفرا. الله ما شاء الله. هات يلا نشوف. كذا صار الدم العربي سكينا وذباحا، وصار الشعر بعد الصمت في الساحات صباحا. كذا صرنا ولن نبقى اذا كنا تناسينا جهاد الحق والايمان، وأن الشعب رغم الذل رغم القهر يرفع راية العصيان، يصمم أخذها غصبا ويأخذها. كذا فعلت رجال الله يوم الفتح في لبنان. جنوبي الهوى قلبي، جنوبي الهوى قلبي، وما أحلاه أن يغدو هوى قلبي جنوبيا. هنا حطت رحائلنا، تعال اخلع وقد أرجوك أن تركع، تعال اخلع نعالك، إننا نمشي على أرض مقدسة، فلو أستطيع أعبرها على رمشي. هنا سلبوا، هنا سلبوا، هنا رقدوا، هنا سجدوا، هنا وقفوا، هنا قصفوا، هنا رغبوا، هنا ركبوا براق الله وانسكبوا بشلال من الشهداء. يسلم هالصوت يا ناي. ما فينا نسقف لك، ما شاء الله عليك، الله يحميكي. امين يا رب. ناي يعني خلينا هيك نعرف المشاهدين اكثر اليوم عن حالك، ايمتى بلشتي بهي الموهبه ومين ساعدك لحتى توصلي لهون؟ انا وقت كنت صغيره كنت كثير بحب الشعر، يعني كنت ذواقه للشعر كثير. فانا كنت دائما احط اسمي كلمات الصباح وحب اني شارك. فأهلي ومدرستي انتبهوا لهي الصفة الحلوة فيني. حلو. فصاروا دائما يشجعوني ويطوروني. طبعا بوجه لهم الشكر الكبير لمدرستي ولأهلي، بوجه لهم كمان الشكر الكثير الكبير طبعا. فبعدين صاروا دائما يشجعوني ويطوروني، وأنا صرت دائما أحب هيدا التشجيع وأحب إني أشارك. فنمت هيدي الموهبة فيني لحد ما سمعت بشيء اسمه مسابقات الرواد اللي بتقيمها منظمة الطلاعة على البعث، كمان بوجه لهم الشكر اللي كتير كبير. وبعدين بتوزع هدول على ثلاث مستويات هي المسابقة، على مستوى المنطقة وعلى مستوى الفرع وعلى مستوى القطر، وأنا بهدول الثلاث مستويات أخذت المركز الأول. نحن بدنا نحيي كل حدا كان داعم لك يا ناي. بدنا نصبح على ماميتك اللي مرافقتنا اليوم بالاستديو، يعني اكيد كانت الدعم الاهم بحياتك. طيب اليوم عم نحكي فصاحه وخطاب خطاب، يعني اليوم مو سهل على بنوتي كيوتك مثلك هدول المجالين، يعني انت قدا بس، ولكن اكيد كان فيك شوي صعوبات بعمر محدد لك. ايه طبعا، ما في شيء سهل، كل شيء مع ولكن مع الممارسة مع التدريب مع التشجيع كل شيء بيكون سهل إن شاء الله. تمام ناي، لما نقول فصاحة وخطابة نحن عم نقول يعني لغة عربية سليمة، لفظ سليم، مخارج حروف. اليوم طريقة إلقائك ونبرة صوتك، خلينا نحكي اليوم هذا الشيء أكيد ما إجا وليد اللحظة، أكيد أنت تدربتي لحتى صرتي بهيدا المستوى، خبرينا أكثر عنه. هلا من وين بدك تطلع صوتك، كيف الوقفة، كيف أنت لازم تلقي، هذول الشغلات بدهم يكون فيهم شخص مختص. حلو. وانا هذول الشغلات ساعدتني فيهم صديقتي كنت اسماعيل، بوجه لي الشكر الكبير. طيب شو رايك هيك نهديها لهي الصديقه ولكل الداعمين، لانه كل حدا هلا كان عم يشوف ناي واعجب بقصيده عمر الفرا، ناخذ شيء ثاني؟ اللي بدك اياه انت، شو بيريحك؟ بحب انا اقول قصيده هي بتحبها كثير وكلنا بنحبها، الشاعر سميح القاسم بيقول: تقدموا تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا يموت منا الطفل والشيخ ولا نستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم، تقدموا
تقدموا بناكلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا نحن القضاء المبرم تقدموا طريقكم وراءكم وغدكم وراءكم وبحركم وراءكم وبركم وراءكم ولم يزل أمامنا طريقنا وغدنا وبرنا وبحرنا وخيرنا وشرنا سفر الجنون المبهم تقدموا. وطالما انت بهذا النفس وبهاي الطاقه الحلوه وبهذا الابداع والدعم رح نشوفك على طول يا ناي عم تتقدمي يوم بعد يوم ان شاء الله. صحيح يا ناي، يمكن اليوم طريقه القائك ونبره صوتك القويه قد بتخلينا نحس انه انت حدا صارت شخصيته قويه، قد اليوم فعلا هي الموهبه الفصاحه والخطابه بتعطي للشخص ثقة بالنفس عالية، ما عاد بصير عندك خوف أو رهبة من الناس. أنت عم توقفي اليوم أكيد قدام رفقاتك قدام أي شخص اليوم عم تقرأي بكل ثقة، خلينا نوضح اليوم تماما. صحيح. هلا أنا قبل الرياضة أو مثل ما أنه أنتم بتعرفوا ناي قبل الرياضة أنا كنت شخصيتي قوية وحاضرة يعني كنت متنكرة كمان، ولكن أنا أو ناي بعد الرياضة صرت أنا أقدر على إني واجه جمهور كبير بشيء ولا وصف يعني. يعني طبعا من البعد للغرور يعني يعني صرت اقدر على اني واجه خوفي بشكل اكبر، صرت قادره على انه انا ما اخاف ما اتوتر كون انا واثقه من نفسي اكثر، والرياضه بتعطيك ثقه بالنفس بتخليك تعرف على اصدقاء جدد بتعطيك بتخليك تعيش المتعه والتنافس والدراسه يعني بشكل مع بعض. حلو اليوم التنافس الإيجابي بينك وبين رفقاتك. طبعاً. خلينا نروح لتجربة حصولك على المركز الأول، هاي التجربة كيف عشتيها؟ شو أهم شيء ممكن علق بذاكرتك من خلال هاي التجربة ولحظة إعلان النتيجة؟ هلأ أنا وقت اللي عرفت أنه في مسابقات للرياضة أنا حطيت أنا قعدت بيني وبين حالي وحطيت ببالي هدف المركز الأول طبعاً على مستوى القطر. فدائما فانا مثل كنت مثل الرصيد يعني رصيدي كان على مستوى المنطقه تدريب، ولكن كل ما نروح على مستوى جديد انا كنت ضعف المجهود ضعف الرصيد لحتى ما وصلنا على مستوى القطر صار الرصيد مضاعف بشكل كبير، وانا دراسه 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 طبعا لحد ما انه حلم الواحد يتعب على شيء ويحصل ثمره ويكون الثمر هيدا انه ولا احلى. كيف كانت الفرحه وقت قالوا ناي؟ ما في احلى من فرحه النجاح. اكيد. والنجاح انا بحب طبعا كثير فرحات النجاح يعني، ودائما بتمنى اني يكون من هدول الفرحات يعني ان شاء الله. يا رب تضلي ناجحه ناي. عندي سؤال، انت اي صف؟ انا صف السادس ونجحت على الصف السابع. حلو، صف سابع. يعني اليوم لما انت عم تقرأي شعر او قصائد اليوم عندك مخزون منيح حافظه كثير قصائد، انت اليوم عم تفهمي المعنى؟ يعني لما عم تقرأي عم تسمعين اشياء عم تكوني فهمانه المعنى اللي عم تقرأي؟ خبرينا. ايه طبعا اي شعر. انا مثلا وقت اللي بدي اختار قصيده بختار القصيده اللي بتعجبني وبتلفتني واللي كان بتكون مفهومه على طفل مثل الرياده. تماما. ولكن القصائد اللي ما بتلفتني يعني تقيلي على طفل مثل الرياده بتركها لبعدين. حلو، ايمتى بعدين؟ معناته في شيء في طموح اكبر. تمام. لا. في حلم. هلا الفصاحه والخطابه هي مانا مهنه. أكيد. ولكن هي هوايه ابداع بحبها كثير انا رح نضل برافقتني، ولكن انا مستقبلا حابه اصير طبيب تجميل طبعا ان شاء الله. وين بدنا نروح بهي الابداع الجميل نحن كيف بدنا طبعا بتضل مرافقتني وقت حزني وتعبي برد هدول الشغلات. انا حاسستك بكره بحلاقيكي عم تلقي اشعار بالجامعات يعني حتى لو الدكتوره اليوم مو غلط ابدا، نحن دائما مستضيف حدا دكتور ولكن موسيقي، دكتور ولكن كوتش رياضه، يعني هالهواي ما لازم تموت فيكي، انت حدا عندك دافع وعندك قوه جدا جميله لازم ننميها، صح ماما؟ طيب نسمع شيء كمان؟ حابه اسمعكم قصيده للشاعر قيس بن الملوح. الله. خلينا نسمع. بيقول فيها تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية
بثمدينا لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تزجي المطية النواجية. الله يعطيك العافية ناي، ما شاء الله عليك. يعني اليوم ناي بتشوفي يلي من جيلك اليوم بتلاقيهم أغلبيتهم لاحقين سوشيال ميديا، عندهم محتوى معين أو ممكن عم يلجأوا دايما للشي اللي ما بيفيدهم بحياتهم، بعيدين كل البعد عن القراءة والخطابة. شو بتنصحيهم اليوم لحتى يلجأوا مثلك ويصيروا عن جد موهوبين وعندهم موهبة بالحياة؟ أنا صراحة ما بحب أجبر حدا على شيء. كل واحد بيميل للي بيحبه تماما، ولكن الفصاحة والخطابة بتطورك، يعني كمان مو بس إلقاء، فصاحة وخطابة تراكم معارف، هي مو بس إلقاء شعر، هي كمان بتميل للنحو، للإعرابات، للبحور، لهدول الأشياء. تمام، تخلي هيك عندك ثقافة حلوة وبتتعرفي على شعراء كيف كانوا عايشين، شو هي كانت اللغة المستخدمة. ناي، إذا بدك هيك تودعينا بكلمة، شو بدك تحبي تقولي لكل حدا اليوم عم يشوفنا؟ بحب لكم شكرا مشاهدينا الكرام على الحلقة، على يعني مشاهدتكم الحلوة، وبشكر مذيعاتنا الحلوين على هيك حلقة حلوة، وبشكر طبعا ماما، هي أول حدا كان بيشجعني، وبابا الداعم إلي لماما، وبشكر الكادر اللي داعي، والله يحمي قائد على البلد ويحمي سيدتي الياسمين، وبشكر مدرسة المنير الخاصة ومنظمة طلع على البعد. أكيد شكراً إليك ناي، كنتي معنا لوجودك الحلو واللطيف معنا، وإن شاء الله يا رب هيك منستضيفك بالأيام القادمة، بتكوني دايماً حاصلة على المراكز الأولى. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك، فخورين فيكي نحن ناي. تسلم، شكراً لإليك. هيك مناطرينك بمسابقات جديدة، تحديات طبعاً ومراكز طبعاً. مثل ما تعودنا على الأول. أكيد طبعاً.